احنا بعد احداث السوبر كنا قدمنا حاجات لاتحاد الكوره وعلى ضوئها يعني خد الكره اتحاد الكره او خف العقوبه بصدد كمان ان احنا نشوف الالتماس الجديد باذن الله. بالنسبه لكهربا متهيألي كان معاكم امبارح يعني واتكلم بقلب مفتوح في قناه النادي يعني، فاعتقد ان هو اكتر واحد ممكن يوضح الامر ده يعني. احنا طبعا يعني النادي الاهلي كلام عليه كتير وكلام عليه بيبقى في كل المجالات، لكن في النهايه انت لازم تتقبل ده ولازم تواجهه وتتعامل معاه يعني بعقليه كبيره يعني. موجودين بشكل كويس واللعيبه اللي موجوده يعني على اعلى مستوى من الاحترافيه على فكره. وخلينا نتكلم بس ان يبقى دايما وانت داخل في فعاليات ومواجهات الدوري وافريقيا هيتكلم كتير جدا او الناس هتتكلم بشكل كبير جدا في تفاصيل وفي اشخاص وفي جماعيه وفي احداث، وده وضع طبيعي يعني. فمش عايز بس اقف على حاجات كتيره او اقف على حاجات معينه تاخد من تركيز الفريق او تاخد من اهتمام الفريق يعني، لكن الحمد لله الامور عندنا داخليه بشكل كويس جدا، الاجانب منتظمين بشكل كويس جدا، علي معلول وجاي وديانج وبادجي وجيرالدو كلهم بيأدوا بشكل كويس، خدوا بنسب متغيره او ثابته في مباراه سموحه والجونه أدوا بشكل كويس. عندنا فعاليات دوري زي ما قلت لك يوم 9 مع ام بي، ثم تلاحق المباريات وتوالي المباريات في الدوري، وبعد كده الحدث الاكبر اللي كلنا مستنيين ان شاء الله هو البطوله الافريقيه باذن الله. بص، هيتقال جيرالدو وهيتقال صالح جمعه وهيتقال ازارو وهيتقال كهربا وهيتقال احمد الشيخ وهيتقال كل الاسماء يعني، كل لعيبه النادي الاهلي نجوم وكل لعيبه النادي الاهلي ليها مكانتها ووضعها في الرياضه المصريه، فوضع طبيعي جدا يعني مع يعني قرب المباريات او قرب المنافسات او قرب حتى الانتقالات بتردد اسماء كتيره يعني. فزي ما قلت لك لو اهتمينا بالحاجات ديت والتفاصيل اللي بتتكتب او الاحداث اللي بتتكتب ولا حاجه مش هنشتغل يعني. ازارو طبعا على قوه الفريق، يمكن طبعا عقده هناك في الاتفاق وفسخ عقده في الاتفاق يعني من الطرفين، فبيديله حقيقه ان هو ممكن يبقى موجود معانا في فتره من فترات الدوري في اخرها ده كتمرين، لكن كمشاركه لا طبعا يعني. لكن ان شاء الله الرحمن هيبقى موجود معانا اكيد في التدريبات يعني، لكن هو على قوه الفريق بالتاكيد. صالح جمعه يعني قراره مع الجهاز الفني وفايلر يعني المشاركه يعني، هو موجود في التدريبات مشارك في التدريبات، لكن المشاركه وعدمها ده دي حاجه خاصه بالمدير الفني على كل العصور النادي يعني، بغض النظر عن اسم اللاعب او مكانته او اسمه او سنه او اهميته، من عدمها اللي بيحددها الجهاز الفني يعني. صلاحياته محدده في ايه يعني، صلاحياته المحدده في ايه يعني. بص زي ما قلت لك انا، الكلام اللي بيتقال على اللعيبه هيتقال على الاجهزه وهيتقال على الاشخاص في الفريق يعني، لكن المفهوم العام في النادي الاهلي ان كل واحد بياخد تخصصاته وكل واحد بياخد الدور بتاعه كامل عشان في النهايه يتحاسب عليه سواء كان نجح او لا يعني. ارقامك بتدل على فعالياتك ونجاحك من عدمه يعني. فزي ما قلت لك كل كلمه هتتقال او كل كلمه هتتكتب ولا حاجه هتشغل نفسك بيها وهتتكلم عليها، اعتقد ان ده يعني هياخد من وقتك كتير ومن تركيزك كتير يعني. صلاحيات زي ما قلت لك المفهوم العام عند النادي الاهلي هو كل واحد بالبوزيشن بتاعه، كل واحد في الدور بتاعه بتاخد صلاحياتك كامله عشان لما هحاسبك هحاسبك كامل في الاخر يعني كنتائج يعني. كل سنه طيبين، كل سنه والامه الاسلاميه والعربيه والشعب المصري بخير يا رب، وان شاء الله الرحمن باذن الله نتقابل في مناسبات حلوه ومناسبات جميله، وكل سنه وانتم طيبين ويا رب يعد الايام علينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه والمصريه بشكل خاص طبعا بالخير يا رب دايما.